بعد أن بدأت الكرنفالات المدرسية يوم أمس في مدرسة الشهيدة نعمة أحمد رسام للبنات، هي مدرسة 26 سبتمبر للبنين تواصل هذا البرنامج الاحتفائي الذي سيستمر حتى 20 أكتوبر القادم احتفاء بأعياد الثورات الوطنية سبتمبر وأكتوبر. مسارح هادفة وأنغام وطنية وأنشطة استعراضية مميزة، جهود طلابية كبيرة وإشراف تربوي متواصل على إقامة هذه الفعاليات. يقول القائمون على المدرسة إن هذا البرنامج يعزز قيم الولاء والانتماء للقيم الوطنية والجمهورية لدى الطلاب، ويغرس فيهم المعرفة التاريخية بالمرحلة الظلامية السوداء في اليمن، مرحلة حكم الإمامة، ويزيد من وعيهم وإدراكهم بمخاطر عودة الإمامة والسلالة بهيئتها الجديدة ميليشيا الحوثية الإرهابية بدعوى النسب إلى آل البيت والاصطفاء الإلهي. وتعتبر هذه الفترة موسما غنيا بالفعاليات الوطنية والكرنفالات الطلابية التي ستقدم في مدارس المحافظة خلال الأيام المقبلة لتحقيق مردود فكري ووطني إيجابي وفعال يدرك خطر المرحلة ويكون رصيدا لبناء المستقبل. أيمن قائد يمن شباب تعز. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع مدير إدارة أنشطة تربية تعز عبد الحكيم ناجي. سيد عبد الحكيم أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا، إذن ما هي دلالة هذا الاحتفاء الرسمي والشعبي بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في مكتب التربية والتعليم لنا تقييد سنوي أن نقيم مثل هذه الاحتفالات خاصة بعد انقلاب 14 أكتوبر. هذا عزز الدور الوطني، عزز الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. هذه المناسبة تأتي كاسترجاع لذاكرة التاريخ لأطفالنا وأبنائنا الطلاب، نذكرهم بما قام به الثوار من تضحيات ومن تضحيات أموالهم ودمائهم من أجل هذا الوطن، من أجل العدل والحرية والديمقراطية والشورى. نحن نعلم أبنائنا الطلاب أن التضحيات السابقة الآن تستعاد، وما زالت التضحيات مستمرة منذ 60 عاما. نحن الآن نواجه انقلاب حوثي سلالي إمامي، وهذا ما نشاهده اليوم في بقاء أبنائنا الطلاب. نحن أبنائنا الطلاب في المدارس، في المدارس، في يعني أبنائنا الطلاب موجودين يلاحظوا ما يصيب هذا الوطن من بلاء ومن ظلم ومن انقلاب ومن دماء ومن انقلاب على أهداف الثورة اليمنية الستة التي ضحى من أجلها الثوار ما ضحى من أجلها الثوار السابقين. نعم، هناك الآن دور نشط للقطاع التعليمي في بالاحتفال بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، ما هو تقييمك لهذا الدور و يعني أهميته بالذات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد؟ أنا سمعت في تقريركم أن أننا نقيم احتفال ل26 مدرسة فقط. نحن نقيم احتفالات لأكثر من 600 مدرسة في مخاوض تعز. ما يظهر على الصفحة فقط هي 26 مدرسة التي تظهر بمظهر كبير جدا. وإلا نحن نقيم الاحتفالات بمناسبة العيد 61 23 سبتمبر لقرابة 600 مدرسة في محافظة تعز. هذه الاحتفالات نحن نعطي رسائل أبنائنا الطلاب أنكم سوف تظلون على العهد، ناضون فيما مضى في سابقكم أبنائنا آباءنا الثوار. نحن في محافظة تعز نحن بناس علم وبناس نور وثقافة، مقابل ما يقوم به الحوثي من تجهيل، من حشد الجبهات، من قتل أبناء الوطن، من قنطرة. ولأن الحوثي يستقر التاريخ ما كان الإمام أحمد حي الدين يدعو إلى القنطرة وإلى الدهن الأستاذ باللون الأسود، نحن الآن نراه أمامنا بأعيننا
بما نراه بما يقنطر الشعب اليمني او بما يدهن به الشعب اليمني من اللون الاخضر. نحن نقول لهم هذا ما كان في السابق وهذا ما سيصل ما سنصل اليه ان لم تتسلحوا بالعلم والمعرفه والنور، اذا نقاوم هذا المد الحوثي السلالي الذي يحاول ان يستعيد ويسترجع ما كان قبل 61 عاما. نعم، وصلت صورة مدير إدارة أنشطة تربية تعز عبد الحكيم ناجي، شكرا جزيلا لك.